مساء الخير على حضراتكم في كل مكان. حلقة جديدة من مفتاح الحياة. ربنا يسعد أيامكم ويديم علينا الخير والبركة. النهاردة انتهت مصر من التقرير الأول الخاص بحادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء. الحادث ده يمكن أثار ضجة وجدل واسع النطاق وردود أفعال كثيرة جدا على الأوساط، على مستوى الأوساط الشعبية والأوساط السياسية، كمان على مستوى الدول اللي هي شريكة في هذا التحقيق، وربما يكون على مستوى العالم كله كمان، لأنه كان ليه تداعيات كثيرة. تم إرسال نسخة من التقرير إلى ممثلي الدول التي شاركت في هذا التحقيق، إضافة لمنظمة الطيران المدني الدولي. كان ملخص التقرير أنه لم يثبت بعد بحث وبعد تقصي وبعد تحليل ما يفيد بسقوط الطائرة نتيجة عمل إرهابي. ده الكلام الرسمي الخاص بتحقيقات الحادث اللي كان له تبعات كتيرة زي ما قلت لحضراتكم، واللي بسببه طبعا تأثرت السياحة المصرية إلى حد كبير. لكن كل الأمور إن شاء الله ستعود لما كانت عليه وأفضل بإذن الله. ولكن من ناحية تانية بقى، أو على جانب آخر، وفي أول رد فعل حول التقرير الأول للتحقيقات، رفض ديمتري بيسكوف المتحدث الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رفض تماما التعليق على نتائج التحقيقات المصرية الخاصة بسقوط الطائرة الروسية، وقال إن هو لا يستطيع التعليق احتراما للجنة، ولكنه أشار في نفس السياق إلى إن الخبراء الروس استنتجوا إن الحادث بفعل عمل إرهابي، وقال أستطيع فقط أني أذكر استنتاج الخبراء الروسيين ولكن لا أستطيع التعليق على تقرير التحقيقات. طيب، دي قصة الطائرة الروسية اللي عشنا معاها كذا أسبوع متتاليين، وده أول رد فعل خرج من الجانب الروسي. وإحنا عارفين أن روسيا حليف قوي لمصر خلال هذه الفترة، تحديدا من ثورة 30 يونيو إلى اليوم اللي أنا، أو اللحظة اللي أنا بتكلم مع حضراتكم فيها، ودي مسألة ليها شواهد كثيرة جدا. لكن تعالوا بقى نشوف على الجانب الآخر المعركة الدائرة اللي بين روسيا وتركيا، المعركة اللي تجاوزت حدود الكلام والتصريحات وشهدت النهاردة تصعيد جديد وفريد من نوعه. الحقيقة النهاردة أجبرت البحرية الروسية سفينة تركية تجارية على تغيير مسارها في البحر الأسود. ده حصل، موضوع السفينة اللي أنا بتكلم عنها دلوقتي، بعد 24 ساعة فقط من وقعة إجبار سفينة صيد تركية على العودة وعدم استكمال الطريق. القصة إيه؟ امبارح كانت سفينة صيد في بحر إيجا، النهاردة سفينة تجارية قدام حضراتكم كانت في طريقها لمنصة حفر بترول في البحر الأسود. يعني ممكن نرصد شكل التوتر الشديد في العلاقات ما بين روسيا وتركيا، بأنه بدأ مع إسقاط تركيا لمروحية روسية في سوريا بحجة أنها اقتحمت المجال الجوي التركي. بعد كده أعلنت روسيا أن تركيا دولة داعمة للإرهاب وسيكون الرد قوي ولن يمر الحادث دون عقاب. اتخذت روسيا عدة تدابير وإجراءات انتقامية ضد تركيا، استهدفت قطاعات السياحة التركية وقطاعات الطاقة التركية وقطاعات البناء التركية وقطاعات الزراعة التركية وحتى القهوة التركي. روسيا بتهاجم تركيا على كل المستويات. الحقيقة زي ما قلنا لكم امبارح، استدعت وزارة الدفاع الروسية الملحق العسكري التركي بالسفارة التركية في موسكو وطلبته بنقل تحذير إلى الحكومة التركية من نصا عواقب وخيمة قد تحدث. ثم بعد كده وقعتي السفينة الأولى اللي اتكلمنا عنها امبارح والسفينة الثانية اللي اتكلمنا عنها دلوقتي واللي استعرضنا بعض المشاهد ليها قدام حضراتكم، اللي أجبرتهم روسيا على تغيير المسار. آخر حاجة قبل ما نبدأ هوا على طول قبل الحلقة مباشرة، كان إعلان روسيا إلغاء القمة الروسية التركية اللي كان من المقرر عقدها غدا الثلاثاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان. المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف قال القمة لن تعقد خلاص، ولا يتم التخطيط ليها، يعني خلاص ما بقتش في الخطة أصلا، يعني الموضوع انتهى، خلص الكلام، أو زي ما احنا بنقولها كده مات الكلام. ما نيجي نرجع بالذاكرة مع بعض شوية هنلاقي أن بوتين
كان رفض الاجتماع مع أردوغان على هامش قمة المناخ اللي كانت في فرنسا لو تتذكروا حضراتكم، ورغم أن الرئيس التركي أبدى استعداد شديد للقاء رئيس الكريملين وقتها من أجل استعادة العلاقات الثنائية ما بين البلدين، واضح أن روسيا ما كانتش بتهزر في كلامها، يعني ما فيش حيادية ولا لون رمادي في الكلام، هي كلمة واحدة وتتنفذ وخلاص الموضوع خلصان. وروسيا ما كانتش بتهزر برضو لما قالت أن العواقب وخيمة، واضح أن الأيام اللي جاية هتشهد تطورات كتيرة. في الحقيقة إحنا مش طرف ضد آخر، الحكاية مش ماتش كورة، ده مش أهلي وزمالك خالص.